احنا ملاحظين على نظام نوعا ما نوع من التأخر باتجاه المؤسسات الصحية، والله عند البعض حتى نوع من اليأس، وكأن هذا المرض لا علاج له. هو بالحقيقة كسائر الفيروسات ليست لها علاجات خاصة، يقارن ملي الفيروسات كاملة، الأمراض الفيروسية كاملة ما عندها أعراض خاصة ولا عندها تأثيرات خاصة. أمراض الفيروسات تؤدي للتسمم في الجسم وبعض الإصابات، وعلاجاتها علاجات عرضية، والوفيات منها وفيات عرضية، وفيات ناتجة عن تعقيدات، وهذه التعقيدات في غالب الأحوال تعالج. ضيق النفس وانحباس التنفس وكثير من الحالات هذا قد يعالج، هذا قد يعالج، واللي كاتب له مولانا يبرى يدور يبرى منه. إذا عنا يلا المواطنين يتوجهوا للمؤسسات الصحية ولا يفقدوا الأمل. هو ما معناه أن حد إذا أصيب بهذا المرض معناه أنه محكوم عليه بالموت، والله محكوم عليه بأنه لا، هذا غير صحيح. كيف قلنا 80% قاع من الناس ما هم لا يعلمون أنه صاب، و10% إصاباتهم لا تعد بسيطة، يدور يقبضوا شيء من الباراسيتامول والله أسبرين والله رواية وتوقد عنهم الحمى وتوفى رواية، وخالق حالات تتعقد عندهم تعقيدات عرضية عندها علاجات، عندها علاجات تعدل لها، واحنا عندنا ذيك العلاجات متوفرة في جميع المستويات، متوفرة في مستشفى الأمراض المعدية. في حالة رقاج عاد عنده تسمم معين لا يقد يعالج فيه، ومتوفرة أيضا في الإنعاش في حالة رقاج يحتاج الإنعاش، والله عنده احتباس بالتنفس، والله فمتوفرة وسائل، وبالحقيقة يلا تستخدم ذي الوسائل لإنقاذ الناس. وما هو مقبول اليوم على أن رقاج يسلم هكذا ويقول هذا مرض كوفيد وهذا ما عنده دواء والأطباء ما عندهم دواء إلى آخره، هذا ما هو مقبول. أيضا ما هو مقبول أن يقال هذا الأطباء ما عندهم بلد وجينا للطب ولا أجبرنا بلد. ابتداء من اليوم مأكدين لكم أعلن الأطباء حد كامل يحتاج الحجز في المستشفى، حالته الصحية تعترض الحجز في المستشفى، ولو إلى عدنا لا نديروه على الأرض المستشفيات لا تقبل ولا تتكفل به. صحيح قد تعود ما عندنا الكافي من الأسرة، وقد تعود ما عندنا الكافي من الغرف الوحيدة، معناها اللي لا يقعد في رقاج وحده يا غير حد بعد مصاب ويحتاج العلاجات، لا هنا قبوه نعالجوه لو تحت صدراي ذيك العلاجات الضرورية لا يتعدل. وهذا هو اللي خلق في البلدان كاملة. احنا شفنا هون دول عندها مستشفيات كبيرة وشفنا فيها المرضى مطروحين في الدص وفي كل وراء يقروا عالجوا. إذا عن المواطنين يا الله يتقبلوا على أن هذا المرض مرض كسائر الأمراض، وعلى أن بعد قاع من مسؤولياتنا الإنسانية والشرعية على أن بعد قاع إلى أسباب اللي موجودة نتموا ندفعوا بها بعد ما حدها خانقة. إذا